البلاد هذه اخويا ما عادش فيها مازال كان الحبس، كان الحبس ما فما حد شيء في البلاد هذه. الناس يكتبوا عليك يقول لك عنده فلوس وعنده ما نعرف شنو، في الليل اخويا بيت على كاردونا ونقول لك انا من الاخر يا ما بيت على كاردونا يا ما بيت مع الفيران ومع الكلاب ومع الزرار، فما كان المرض وفما كان الحبس، الفلوس انا ما فماش غير احنا الشعب كاره بلاده. نقول لك هذه جاوز تونس نجاوز الحيط تونس ما عادش راجع تونس نجاوز الحاكم والله لا عاد راجع تونس يا ولد. لك تشوف خويا الساعه عمرك بالله يملي 18 كان البلاد تبدلت اقعد غادي ما تبدلش بلاد احنا يا شعب ابقوا في بلادكم واخدموا بلادكم ما تسمعوش كلامهم تالي يا تالي خير من تالي نقول لك والله تالي خير من تالي يا بلاد عمري 17 سنه محكوم ب 14 سنة من غادي معناها ما نجمش نروح على بلاد شي حاجة. كيف يا معلم؟ والله هذيا زطلة. كيف زطلة؟ أي خاطر في البلاد ما نجمش كيف وسايبوا علينا فما بولا جاية من غادي. أي الأولاد ديزولي. علاش؟ علاش تكيف نورمال أنت؟ هنا سون بيتي تحكي نورمال تكيف نورمال ما يقلق في حد ما يضر بك حد. هذايا بالله فهموه أي. دور. قولوا له فيق شوي يخدم على روحه. احكي معاه. ديما راقد هو يعني شبيه موش يخدم قاعد يدور هكاك شنو واش تحبوا يخدم كل شيء غبره فيفا زطله على كل شيء اما فما حتى واحد فينا هنا متهني فما حتى واحد ياكل مرتاح اما المخ تاعو ويهضم من الماكله اللي في كرش ويهضمها كيما في تونس ما واحد بحضر امه بحضر ابوه يكتب عليه انا معدي 19 سنه انا في حبس الناس الكل كلها بتروح لاباس مو باش يروح ميت اللي باش يروح ميت في صندوق واللي باش تحتيه واللي باش يروح معاق هو اللي باش يعيش لهنا بربوني زبرات. اسمعني انا نعطي نصيحه لكل تونس لموا 3000 بيع الزطله بيع الدويش راب انتر اعمل ومدهم الولد الدقه ويجا للطليان من الاخر من الاخر عباد كانت تعيش على شمعة في الليل هنا راهم ولاد حرام هنا راهم تعرف شنو هو راسيست ديما راك تقعد عربي يخزروا لك جربوع قدام خويا اسمعني يا شعب التونسي يا شعب لازم اسمعوني الناس الكل انا نحكي لكم من الاخر على جيت انا تاليا خاطر ما فيهاش تحليل يا حومه تسمعوا النيجاتيف والبوزيتيف بطبيعة الحال وانتم يا اخويا غربلوا الحمد لله انا ننصح كل اي تونسي باش ما يجيش للبلاد يخدم في بلاده ويبقى في بلاده بحدا قال لك علاش قاعد فيها انت كي تحبني انا ما نجيش هاك انت مشيت لها انا لا غالب حصلت فيها البلاد هذيا وحصلت ومن بعد ما حصلت نلقى روحي معدي 20 سنه 19 سنه حبس انا نحب نحصل يقول لك تحب تحصل ايش اخويا نحب نجي ما واحد ننصحوا اخويا هم يحبش يحصل اما عبيت زياده من برا كذا بلا يعني اللي يحصل الشعب ما يجيش برجولي عليه برا حما عنده 22 سنه في التليان اول واحد انا هنا في البلاد هذيا انا من الناس اللي جينا البلاد هذيا احنا جينا سته من الناس حليناها وفكيناها البلاد هذيا ورديناها بادوا تجي الكباريه وتجي ورديها السيد صحاي النور كلها تجي البلاد هذيا البلاد هذيا اخويا ما عادش فيها مازال كان الحبس كان الحبس ما فما حد شيء في البلاد هذيا الناس يكتبوا عليك يقول لك عنده فلوس وعنده ما نعرف شنو في الليل اخويا بيت على كاردونا ونقول لك انا من الاخر يا ما بيت على كاردونا يا ما بيت مع الفيران ومع الكلاب ومع الزرار فما كان المرض وفما كان الحبس الفلوس انا ما فماش غير احنا الشعب كاره بلاده ونقول لك انا عايشين بخير يا دي يكذب عليك خير كلها تلبس النايك وتلبس الاديداس كلها لابسه كلها كل شيء اما فما حتى واحد فينا هنا متهني فما حتى واحد ياكل مرتاح اما المخ تاعو ويهضم من الماكله اللي في كرش ويهضمها كيما في تونس ما واحد بحضر امه بحضر ابوه يكذب عليك انا معدي 19 سنه انا في حبس البلاد يا خويا مدورين 23 حبس في البلاد هذيا هنا السلام عليكم مش ايطاليا يا ربيع يا طالب سبين كيفاش متربي باش تحكي معاك قولي صدقوني زينو برافو نوك سيتو توتي برافي راجاتسي الايطاليا كانو فونسيونا بينو لا بوليتيكا كي هادي ميردا خويا حاك البلاد بلادنا راهي باهي شعبنا باهي تبقينا شنو اللي نقمك على البلاد هو الحاكم الحاكم ماهوش عامل في مش الكل لا مي الاغلبيه اغلبيه الحاكم اغلبيه البوليسيه اغلبيه البوليسيه ما يعاملكش كانسان ما يعاملكش كانسان يعاملك حسيك حيوان حتى الحيوان خير منك البوليسيه ما يخلوناش نعيش بكرامه ما خلوناش ما خلوناش خدمة انا تو عمري 39 سنه ما عنديش خدمه في البيت شو تعملي نعم
ما عنديش فلوس، ما عنديش مستقبل، بابا ما خميت ما خلاني، بابا مات في الحبس وما خلاش نشوفه، اش تحبني نعمل؟ لا صغير لا تالي لا قدام، اش تحبني نعمل؟ عندي خمسة بنات اخواتي، ها؟ شنو تحبني نعمل؟ ها قال تونس باهي يا سيدي. باه وهو عنده 10 سنين بس ما نطلبش على تونس خاطر خليها انا شنو تحبني نعمل؟ سامحني شنو تحبني نعمل؟ شنو تحبني نعمل؟ نمشي الحبس بالله علينا عفوس بيع الزطه نمشي الحبس ياك هنا تبيع بالزطه هنا نبيع بالزطه نهار الجمعة شدوني بالله لسه سامحني شدوني نهار الجمعة لحظة علاش شدوني نهار الجمعة اعطوني عام صرف تونسي مش تقول لهم عندي غادي قول شو ولا ايش ايش قلتالي تونس حكايه فارغه ايش قلتالي هذه تونس بيع يا راي هذه تونس شدوك بالله بجون نوريها انا في تونس عندي غبره صورتك العرض هاو العرض هاو بيضه هاي غبره هذه ايش ولا فما خدمه غادي يشدوك بحبه بيضه تشبع حبس تديتني تفسي فما باه عندك 10 سنين هنا 10 سنين هنا ايش تعمل ايش نعمل؟ جيت هارب من حكم ما جيتش هارب من الشر قديش معكم في تونس؟ معكم ب 21 سنة يا معلم 21 سنة على شنو؟ والله كلها مخدرات زاطلة يعني مش حاجة أخرى زاطلة المخدرات مخدرات هذيك هي الزاطلة خويا أنا جي أنا معدي 14 سنة حابس في البلاد في البلاد ما جيتش خدمة جريت فركس لوجت قلبت الدنيا كل ما عطونيش خدمة جيت هنا نبيع بالغبرة في البلاد هذيا غاديك يشدوك بجونتا قد هكا جونتا زاتلة يعطوك تريحة وتمشي للحبس هنا يشدوك مرة واثنين وثلاثة ويسايبوك يعطوك فرصة غاديك جونتا باش يتكيفها من الهم ومن الدمار يعدوا للحبس خويا ومليون خطية عليه بوليسية غاديك بالرغم ولاد بلادنا بوليسية ولاد بلادنا يشدوا يضربونا يا ولدي يسمع اخوك كانوا مرة تسمع وعملوا شوية البازي راك هاي البازي قال لك ما يلاه بيدخلونا من ما تجيوش الفلوس موجودة والسفراج موجود لا ما اسمعني اللي يحب يخدم بالحلال يصبر شوي اللي يحب يبيع الغبرة يزرب على على رزقه يصبر شوي لازم يجيب راس مالهم البلاد يجيب راس مالهم كي تخرج من تونس تجي حارك اللي تجيب 3000 يورو انا استنيت لا سمح لحظه محمد ايش عندك في ايطاليا الحمد لله عندي 8 سنين عندك 8 سنين ايش عملت الحمد لله علاش لازم نقول لك ما تقول لي ايش عملت الدين ايش عملت الحمد لله شايفين يا سامي الحمد لله الحمد لله ليه بدي ننصح من اللي كنت جيت غادي يحرق وجه انت وري وري لحنا السيفيل تلف تلف يحرق وجه انت تلف شوف لحنا السيفيل هذاك حنشه سيفيل هذاك سيفيل يتبع في المخدرات ويتبع في التوانسه اسمع اسمع من الاخر خويا نحينا من كل شيء والله العظيم كان جيت بلادنا باهية وفيها الخدمة وفيها كل شيء وما ينقصنا حتى شيء ويعطونا على الأقل فرصة باش نوروا اللي نحن نجموا نخدموا واحد كيفي أنا نوزن 100 كيلو خويا بنيتي طيح كان يعطوني أنا خدمة في تونس بألف دينار خويا ولا ب 800 راني شاد بلاصتي وقاعد علاش حارق صح؟ هنا غادي تصور خويا بالنار هنا والله كل نهار وقسم نهار تصور نهار تصور معناها بفلوسنا تاع تونس نهار تصور انت تخطف لك 500 وانسة الف نهار ما تصورش جملة ما تبيعش علاش خاطر تبيع في الغبرة ونهار يكسروا لك كله ونهار يشدوا ضلوعك ونهار يشدوك تكسر ضلوعك يتكسر تليفونك يضربوا يكسروا ضلوع يكسروا ضلوع عندي ولد عمي مات انا يعرف وسام من الماس مات في مودنا كنا عايش في مودنا سبارو انا عندي خويا يضربوا بالكرتوش انا انا عندي خويا مسلكيمان في حبس سلام فهمتني قلت له لحناش خويا هذا ذايا والله واحد بيت فين توين 2012 خويا من سيرتي مير هنا راه ولاد حرام هنا راه تعرف شنو هو راسيست خويا ديما راك تقعد عربي يخزروا لك جربوع قدام خويا اسمعك يا شعب التونسي يا شعب لازم اسمعوني الناس الكل انا نحكي لكم من الاخر على جيت انا تاليا خاطر ما فيهاش تحليل يا حومه رجع هو ديجا عم تضرب في وجوه بعضها وكل يوم الدغران وكل يوم الكلام هذاك على بيت شكون هذاك خويا هذيك عبيد فوريتيست فوريتيست عنده مش عنده فهمت كيفاش ان شاء الله بلادك تبدل تولي بخير نهبطونا كنيكو بلادنا بخير وحاكمنا بوليسيه نتاعنا بوليسيه نتاعنا يولوا يعاملونا معامله باهيه يقول نخدم والله لا يقعد واحد هنا كلها طار
الا كل شي واحد عنده صغار جاب مراه هنا وصغار واحد يا خويا اش تقولوا لجماعه تونس اللي يحبوا يجيوا جماعه تونس يا عمي كان البلاد تبدلت اقعد غادي ما تبدلش بلاد احنا يا شعب ابقوا في بلادكم واخدموا بلادكم ما تسمعوش كلام مزال يا ودي تالا خير من تاليا نقول لك والله تالا خير من تاليا يا بلاد يكذبوا انا ما روحك على تونس وهو عنده 20 سنه ما روحش معايا ما روحش كيما قال لك ظروف ما روحش كل يكذبوا اسالهم في الليل وين اخويا محكوم 6 سنين اقصد في الليل كلهم وين تردوا كلهم في الليل وين تردوا كلهم في الليل وين جيبونا بن علي قول له دوبي انداتي الدورمير دوبي انداتي الكوركاري في الليل وين يرقدوا في الليل يرقدوا مع الفيران ومع الخنافس خير اخدموا بلادكم يا ولادي وقفوا في تونس اخدم بلادك انا كنت نهز 50 دينار توانسة نمشي مرشي القرو ناخو بيها يا حسرة يا حسرة يا حسرة نابط نبيع في مرش كفارين يا بسما برش عبيد المعرسين انديدي معرسين تريهم طيشين اللي يشرب الشراب واللي يشرب الكول الدنيا لازم ما تشرب الشراب لازم ما تشرب الكول 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 نعيشوا معهم خير من اللي نعيشوا في بلادنا والله والله ثم اللي يغدى وثم اللي ما يغدى حتى في التانية اللي تتبع فيها صح حتى هربت هنا وقيت هنا تصور ياش هذي مشكلة بنا كان جت هذي مشكلتنا كان جت هذي مشكلة الشعب مش هذي مشكلة الشعب تعرف شنو هي مشكلة الشعب ها مشكلة بالرسمي مش كنت الشعب راي مش يدي مش كنت شعب الخبز مشكلتنا نحن يلزمنا نفهموا بعضنا فهمتني مش مش كنت الزطله وسيب اللعب وسيب الدرشنيه فهمتني واحد ما عاش حتى باش يقعد مع اخواته قدام التلفزه حتى نص ساعه هذه المشكله اللي واحد يحب يوصلها للشباب اللي كيفي انا والشباب اللي اصغر مني فهمتني يلزم نحترموا بعضنا شيء نتمنى مع عند ربي 21 سنه معلم نتمنى مع عند ربي عفو يشملنا علاش ديما حابس 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 متبيع واحد شيفلك منها البلاد وشكرها فهمني واحد يجي هنا باش انت شكرها سادة وانا من فديت منها شبيك قلت باش خاطر جا كراها كراها وزدت كراها يعني كرهين انتم البلاد تونس حتى ما عندكش باسابور تويجا ولدي با مانيش ولدك وانت برا ماكش بابا الروح غادي نرجع نبيع الزطلة نمشي نفك لك نمشي نعمل لك واحد هذاك مغلب واحد في قلبه قاعد يخرج شيب شي وصل لنا الكلام هذا انا كان توا نهبط نلقى موري واحد توا نقص بيرة واحد كان نلقى موري واحد قال له تونس انا كونتر اللي يجي ايطاليا هنا ويخرج يخلي بلاد ويجي لورا هما عايشين في خير كل عايشين في خير شوف فاهم كل عايشين في خير انا خير اسالهم اسالهم الكل فيهم شو واحد مرتاح كلهم يضحكوا ويكذبوا عليك كلهم مرجعين مرتاح والله ما قدم بعد عنص عنص كلهم قال لك مرتاح انا عمري فاهم مش مرتاحين يكذب عليك بلا شوف لهنا السكريتو هذايا جي شوف شو باش يخرج لك منه معناه ثقه وهاني امورها واضحه فهمت كذا في البلاد نعملها هنا برسطمه نعملها نحطها غادي وتلقى تلقى تلقى بجنبه صاحبه على برش كارتينات ما تلقيش مثلا كارتينة كيما اي جانيت كيف انا نجبد الزطله من جيبي ولا نجبد الغبره ولا نجبد البيضه حاجه فيها حب اختك انت والا امك والا تقرب لك ما مضمنا احنا الحاكم نتاعنا يا ودي اضرب لعصا 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 يا حاكم تونس ما تخليش الغبره وما تخليش الزطله وما تخليش مخدرات تدخل لبلادنا يا ودي ما يا ودي رانا دوله اسلاميه نخدموا بلادنا ونحافظ على بلادنا يا حكي كي خاطر راهو طلع عنده 20 سنه توكي راه تهزوا البريغاد ثلاث ايام في ثلاث ايام في الكورجاني تا يخرج شي بيع سو بيتكس ما نبيعش في بلادنا انا اول واحد بيع مخدرات في البلاد اول واحد قبلت من كل اول واحد ونعرف اللي الشيء هذا حاجه ماهيش بيها خاطر ما نحبش اختي والا امي ولا بنت خويا ولا بنت اختي لا لا يا واحد بين تو احنا كان كاين خدمه حلال كان كاين خدمه حلال في البلاد وعاونونا ما ناخذوش مخدرات انا تو نمشي قصه واحد تلقيني تسمع بيه في التليفون خدم بلادك عملت الثوره في البلاد اختباش باش تخدمها خلي عطوك خدمه انا عمري 17 سنه عادي ثلاث ربطيات عليه عمري يا ولدي اسمعني المروك ما عندوش اوراق ما نستعرفش بيه علاش خاطر عندهم البطاله هنا
حتى ليبي مروكي سوري هات نقبلوا في تونس تم بعد فاكتين. اسمعني علاش تحب تقبلني؟ تحب تقبلني؟ لا ما يحكيش تحب تقبلني انا في بلادي انا تونسي اعطيني خدمه خلينا نخدم مش جيبوا لهنا ايش حب يعمل كان سرقته يدخل الحبس بطال يشيلني فيه اللي بيع سراب يدخل الحبس يبيع زلط يدخل الحبس يسرق يدخل الحبس تطلب تمشي للحبس وشنو تحب من الاخر وعلى الاخر بلادنا دبل لي خدمه اقسم بالله اعز بلاد ما باش مفجوع انا ما نبداش خايف من الحاكم خاطر ما عنديش شورى باش نسيكم سؤال باش نسيكم سؤال وانتم ما جاوبوني الكلب حيوان شني اليف حيوان لحم في الحومه الخضره ما يجيش العظم ماشي كلها الكلب في الحومه ما يجيش شكل العظم ثانيه الكلاب وكتات خير عاش خير من العبيد